بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 90. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما مناسبة هذه الآية وما معناها والوقوف مع آياتها؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية نزلت في قوم من الأعراب قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا الصوت عند الحجرات ينادونه: يا محمد اخرج إلينا، لأنهم لم يتربوا التربية اللائقة والحقيقية، فيهم جفاء الأعراب. فالله جل وعلا قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم قال: والله غفور رحيم، قد غفر لهم ورحمهم. ثم قال: يمنون عليك أن أسلموا. ذلك منوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم جاءوا مسلمين وآمنوا به، يمنون عليك أن أسلموا. قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله سبحانه وتعالى، والهداية من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو عادل يقول: فضيلة الشيخ، مقيم بالمملكة، اختلاف الأهلة وخصوصا في رمضان، فنحن مثلا نصوم في المملكة ويكون في بلدنا اليوم 29، فما موقف المسلم من ذلك؟ كل مسلم يصوم برؤية بلده، تختلف المطالع، كل مسلم يصوم مع المسلمين الذين في بلده، فإذا صاموا صام معهم، وإذا أفطروا أفطر معهم. هذا هو السنة، وهذا هو الذي يسع الناس اختلاف البلاد، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول أبو عادل: يا شيخ، أطلب العلم ولو في الصين، هل هذا حديث؟ يقال هذا، لكن لم يثبت فيما أعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، لي صديق دائما يردد عبارة: لو عمل كذا لكان كذا، ما موقف المسلم من هذه العبارة يا شيخ؟ إذا كان هذا قصد التأسف على الخير وعلى عمل الخير وأنه فات عليه، فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لا أحللت معكم، أجعلتها عمرة ولا أحللت معكم. قاله لأصحابه. إذا كان قوله لو فعلت كذا من باب التأسف على فوات الخير، فلا بأس بذلك. أما إذا قال لو يتأسف على القدر ويتلوم على القدر، فهذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وينفعك فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. أبو إبراهيم يقول: يا شيخ، في صيام رمضان في شدة الحر وصيام رمضان في أيام الشتاء، هل يكون الأجر بمنزلة واحدة؟ نعم، الأجر بمنزلة واحدة إذا امتثل أمر الله وصام في الشتاء أو صام في الصيف، فكله إذا أخلص النية لله عز وجل كله فيه فضل وفيه خير. نعم. يقول: أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأخيرة من رمضان؟ قالوا: إن ليالي عشر رمضان أفضل من أيام عشر ذي الحجة، وأيام ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. نعم. أم سعد يا شيخ تقول بأنها مرافقة لوالدتها للعلاج، الوالدة تقوم بجمع الصلوات نظرا لصعوبة تحريك جسمها، فما الحكم في ذلك وهم في
الغربة. نعم، المريض يجمع سواء كان في الغربة أو في غير الغربة، إذا احتاج إلى الجمع، لأن كانت الصلاة تشق عليه في أوقاتها، فيجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء تخفيفا عليه، يجوز الجمع من أجل المرض، وهذا أحد الأعذار التي تبيح الجمع. نعم. سوداني مقيم في جدة يقول: ما معنى الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل؟ معنى الآية واضح، أنه في ليالي رمضان يأكل ويشرب في الليل. نعم. إلى أن يتبين الصبح الخيط الأبيض وهو الصبح من الخيط الأسود من الليل، فحينئذ يلزم ولا يأكل وينوي الصيام. نعم. المرأة فضيلة الشيخ إذا خرجت من الحداد ولا تدري هل بقي يوم أو يومين، كيف تحتاط؟ نعم، الحداد 4 أشهر و10 أيام، تحسبها 4 أشهر و10 أيام، 130 يوما تحسبها تضبط، فإذا أتمت 130 يوما فإنها تخرج من العدة، يعني تنتهي عدتها. نعم. لو يعني احتاطت وخرجت قبل أو بعده بيوم شيخ؟ لا، ما هو بالمسألة مسألة احتياط، مسألة 130 يوما إذا أكملتها انتهت العدة. نعم. أحسن الله إليك شيخ. المراد شيخ صالح بالنفل المطلق؟ النفل المطلق هو الذي لا يتقيد بوقت من ليل أو نهار. يا شيخ، هل نصلي، تقول السائلة أم سعد، صلاة النافلة في وقت النهي؟ لا، لا تصلى في وقت النهي إلا ما له سبب كدخول المسجد مثلا، قد اختلف العلماء هل يفعل أو لا يفعل، إذا حصل السبب على قولين، فذلك صلاة الكسوف أو كسفت الشمس بعد العصر، فاختلف العلماء هل يصلون نظرا لحصول الكسوف وهذا من ذوات الأسباب، أو لا يصلون لأن الوقت هو وقت نهي، فمن فعل فلا حرج عليه ومن ترك فلا حرج عليه، لكل دليل ومستند في هذا. نعم. الأخت أم عبد الله يا شيخ تقول: بعض النساء والفتيات في الوقت الحاضر لا يرضعن الأولاد بعد الولادة، وما معنى الآية الكريمة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ نعم، هذا ليس من باب الوجوب إلا إذا كان الولد لا يوجد شيء يغذيه غير حليب أمه، يجب عليها أن ترضعه، أما إذا وجد له ما يغذيه من الحليب الذي يجعل في الرضاعات وفي الأدوات التي تحفظ الحليب ويمتصها الطفل، هذا يكفي. نعم. فضيلة الشيخ، في وقتنا الحاضر تكثر الشائعات والأراجيف ويتناقل الناس هذه الشائعات، فما موقف الإسلام وحكم الشرع في نظركم في نقل الشائعات دون تثبت؟ لا يجوز نقل الشائعات التي تروع المسلمين والتي فيها الكذب وفيها عدم التثبت على الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يجب التثبت في الأخبار، ولا سيما التي فيها ترويع للمسلمين أو فيها شيء مما لا يناسب ذكره للمسلمين. نعم. هذا السائل محمد من الرياض يقول: أرجو من سماحة شيخنا الشيخ صالح أن يفتينا في هذا الموضوع، وهو قضية هذه المقاطع التي تنقل وترسل إلى مجموعات أو إلى أفراد عبر اليوتيوب أو الأجهزة الحديثة. يا شيخ صالح، لا يجوز الالتفات إلى هذه المقاطع إلا ما كان له مصدر صحيح من أهل العلم ومن الكتب الموثوقة، وأما ما لا يعرف مصدره فلا يجوز الالتفات إليه والاعتناء به. نعم. هذا مريض فضيلة الشيخ، أفطر أكثر من 20 يوما ثم وافته المنية، هل على أولاده شيء من الصيام والإطعام؟ إذا أفطر من أجل المرض واستمر به المرض حتى مات فلا شيء عليه ولا يقضى عنه، لأنه مات في مرضه في وقت رمضان مثلا، في وقت الصيام. نعم. يقول هذا السائل بأنه حج مع جمعية خيرية، وتكفلت هذه الجمعية بجميع مصاريف الحج له، وهي حجة الإسلام. لا بأس بذلك، إذا حج على نفقة
نفقة غيره، لأن بذل له الغير نفقته، فلا بأس بذلك، من جمعية أو غير جمعية وأشخاص أفراد، لا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: لي صديق له فضل بعد الله علي وأنا أحبه، ومن وفائي له أخذ له بين الفينة والأخرى عمرة، وقبل ذلك أعتمر عن والدي ووالدتي. هذا شيء طيب، هذا مما تدخله النيابة الحج والعمرة عن الأحياء وعن الأموات، لكن عن الأموات مطلقة، وأما عن الأحياء إذا عجزوا عن مباشرة الحج أو العمرة عجزا مستمرا. نعم. يقول السائل: أبو نايف، لي أموال عند زملاء وقد استغرقت أكثر من 5 سنوات ولم يؤدوا هذه الأموال وهذه السلف لي، هل عليها زكاة؟ إن كان الذي عليهم الدين أملياء بالمال وأملياء بالوفاء، ليس عندهم يعني ليس عندهم مماطلة، وأنت واثق من حصول هذا المال الذي عندهم، إنك تزكيه كل سنة. أما إذا كان الدين على فقير لا تدري هل يحصل أو لا يحصل، أو كان على مماطل، على غني مماطل ولا تدري هل يحصل أو لا يحصل، فلا تزكيه حتى تقبضه. نعم. متعب يقول الشيخ بأنه اشترى إحرام على شكل وزرة وأدى بهذا الإحرام أكثر من عمرة ورجع إلى الرياض. هذه الوزرة كثر السؤال عنها، لا ما تصلح هذه الوزرة الإحرام، يلف الإحرام على نفسه ثم يثبته بحزام فوقه، هذا هو المتبع والمعروف. ما هذه الوزرة إنها فيها مخيط، تشبه المخيط، تشبه السراويل والإزار الذي يثبت بخياطه أو بما يشبه السراويل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: الهدي النبوي والرضا بقضاء الله وقدره عند المصائب كيف يكون؟ يكون بعدم الجزع، يكون بعدم الجزع والتسليم لقضاء الله وقدره، ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. من أسئلة السائل أبو عبد الله يقول: عبارة جائز وعبارة حلال، هل هناك فرق بينهما؟ لا فرق بينهما، اختلاف عبارة فقط. نعم. فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة لفضل الدعاء وأهمية الدعاء، ولكن عدم إجابة الدعاء، ما سببه؟ الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فهو أعظم أنواع العبادة، والمسلم يدعو الله عز وجل ولا ييأس ولا يقنط ولو تأخرت الإجابة، ربما يكون تأخر الإجابة خيرا له من تعجيل الإجابة، أو يدعو ويكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح، الصلاة على الميت قبل الذهاب به إلى الجامعة فضيلة الشيخ ما حكمه؟ ما ينبغي هذا، الصلاة إلا للنساء الذين لا يذهبون إلى المساجد فيصلون عليه قبل حمله إلى المساجد، وأما الذين يستطيعون السير إلى المساجد فيذهبون ويصلون مع الجماعة، لأن كل ما كثرت الجماعة على الصلاة في الصلاة على الميت فهو أفضل. نعم. السائل أبو عادل يقول بأنه لم يصم الست هذه السنة فضيلة الشيخ نظرا لمرض لازمه شهور، ويقول: أنا اعتدت على صيام الست من شوال، هل لي أن أصوم هذه الأيام في وقتي الحاضر؟ لا تقضى، إذا فات وقتها لا تقضى، وهي في شوال، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، قال من شوال، إذا انتهى شوال انتهى وقت الست فلا تقضى. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، بالنسبة للأولاد وكيفية التعامل معهم إذا كان لدي أولاد كبار فضيلة الشيخ في وظائف مرموقة في العاشرة، وعندي أولاد مثلا في الثانوي والمتوسط، في العطية فضيلة الشيخ كيف يكون؟ هل أعدل بينهما؟ العطية للأولاد على حسب الحاجة، وهذه من النفقة، تنفق على كل واحد بحسب حاجته، وليست حاجة الكبير مثل حاجة الصغير، تنفق على كل واحد من أولادك بقدر حاجته، وهذا هو العدل، بخلاف عطية التمليك، هذه لا بد من التسوية بين الأولاد فيه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: نبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ما أعظم المعجزات التي أرسلت له فضيلة الشيخ حفظكم الله، وما واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به، تصديقه فيما أخبر
أكبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا محبته صلى الله عليه وسلم أكثر مما نحب أنفسنا ووالدينا وأولادنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. هذه شابة تقول بأنها تعاني من سنوات عديدة من مرض نفسي للغاية، ودائما تقول بأنها تدعو بالموت، تتمنى الموت لأخذها من هذه الدنيا. تقول: أنا ضعيفة الإيمان، فهل يلزمني شيء في ذلك وماذا أعمل؟ يلزمك التوبة والصبر على قضاء الله وقدره والصبر على المرض، لك في ذلك الأجر، إذا صبرت واحتسبت فلك الأجر. شكر الله لكم شيخنا الكريم على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لكم أنتم أيها السادة على تواصلكم مع هذا البرنامج. أشكر الحقيقة فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله.